الرحمن الرحيم. الحمد لله مذكر المنهمكين في شهواتهم بالمطالب ومنبه الراقدين في غفلاتهم بالزواجر كاشف العواقب للعقلاء فاللبيب يرى الآخر الذي اختار محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم من الخلق فكأن الكل خلقوا من أجله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أحمده على أجل الأنعام وأقله وأشهد بوحدانيته شهادة مصدق قوله بفعله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله لنقض الكفر وحله فسبحانه خلق آدم بيد قدرته فسبحانه من إله خلق آدم بيد قدرته وأسكنه فسيح جنته وقضى بالموت عليه وعلى ذريته وقال لنبيه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم يخبره بقضيته كل نفس ذائقة الموت فأبلغ في تسليته ونجى نوحا من الطوفان وأغرق مخالفيه صيانة لأهل الإيمان وقضى بالموت على الإنسان